اتفضل اتفضل. لا بس هو كان في سؤال. لا اتفضل اتفضل. مرشح لمنصب نقيب، وانا برضو اسامه الششتاوي مرشح لعضو مجلس النقابه مستوى عام. ليه سعادتك كنقيب للمحامين ما تتبناش نقطه ان بدل ما اهالي الشهداء يقعدوا في بيوتهم ويعملوا توكيل لمحامي، ليه احنا كنقابه المحامين ما نضغطش على المحكمة وعلى وزارة العدل ان هم يدخلوا القاعة بدل ما يوقفوهم في الشارع، يدخلوا القاعة يحضروا المحاكمة عشان يشوفوا. ما انا قلت شفت، انا قلت يا اسامة انا قلت يا استاذ اسامة انا قلت دلوقتي انت جيت متأخر، انا قلت ايه؟ انا قلت ايه؟ انت قلت ان انت انا شايف المنظر، المشهد مؤلم، انت شايف ان مش واثق في المحامي، الاسرة تخش جوه. انا قلت الكلام ده، وعلى فكرة القضية مش محتاجة، انا اسف يعني، المدعى بالحق المدني ده راجل بيتكلم في الضرر والتعويض، خلاص ده انا عندي الشهيد وفي شهاده الوفاه موجوده وموجود انه استشهد في المكان الفلاني، الضرر موجود، علاقه السببيه النيابه هي اللي عاملاها مش انا. فللاسف شديد انا حزنت لما لقيت اللي واخد بصامه، واخد ختامه، واحد انت بتتكلم في قضيه شهيد، واحد راح امبارح يقول ايه وهرب 620 مليون، انت بتتوه القاضي ولا بتتوه نفسك؟ خليك في قضيتك، خليك في الجريمه التي ارتكبت. على فكره انا لقيت ليا حديث عامله يوم 29 يناير بقول فيه الضابط اللي يضرب ولد من ولادنا في ميدان التحرير قلم 29 يناير يتعدم. سعادة المستشار، حضرتك مستمر في ترشح لرئاسة الجمهورية؟ الوفد برضه. هل نقابة المحامين كنقيب للمحامين ده شرف ليا اكون نقيبا للمحامين ثم رئيسا للجمهورية؟ ولو حضرتك موافق تعرف فين ده شرف، وانا برشح نفسي ولا ونبي ايش دعوه بالزمالك ده، سيب الزمالك في حاله. لو حضرتك انت غير محسوب على النظام السابق، ايه اللي بدل وايه اللي خلاهم يوجهولك التهمات الباطله دي؟ شفت اقول لك حاجه، ان انا من اول يوم انا ادافع عن قيم، انا لو ادافع عن حسني مبارك اول واحد اتعمل له توكيل وكلكم عارفين مرتضى منصور، لكن انا موقف حبيب العدل اول واحد كلمه انا، هو رايح بقى داخل رايح يتحقق معاه في النيابه في القضيه بتاعت القضيه بتاعت الارض اللي باعها خلاص، وجاء القضيه بتاعت التربع، وجالي اخو وزوجته الهام شرشر وسالوه، كلمتني الهام، احمد رمزي جالي ابن واخوه، دكتور حسن عبد الرحمن امن الدوله كلمني، دكتور كرم كردي صاحبه صديقه من اسكندريه، اسماعيل الشاعر كلمني، احمد عيسى، خلاص رفضت كل هذه القضايا. انا بدل ما ادافع عن النظام ببلاش، طب ما ادافع فلوس، انا بدافع عن ايه؟ انا الوحيد اللي طلعت قلت حسني مبارك سرق يتحاكم، قتل يتحاكم، بس عامله محاكمه عادله وعامله باحترام. انا بقول كده احمد عز ما فيش حد ما يعني، ده انا بقيت اقول احمد عز انت حجمك قد كده يا احمد، في عز جبروته مش هتطول سنتي خلاص. لما جه سالوني يوم احمد عز اتقبض عليه واتحبس، قلت مش هتكلم احمد عز، احمد عز في السجن خلاص. الراجل يا جماعه يتكلم عن بني ادم في عز جبروته وهو قوي، انما انا اعمل شاطر وناس موجوده في السجن. وانا كنت عند اسامه الشيخ امبارح بزوره، كويس طلع براءه، انا قلت على فكره الوحيد اللي قلت عليه في التلفزيون انه براءه، والحمد لله طلع براءه. فقابلت احمد عز فقال لي قول لي انت زعلان مني ليه؟ قلت له زعلان منك في ايه؟ ده انت خربت الدنيا، ده بيني وبينك بقى اهو انا الكلام بقوله عنك في التلفزيون لاني عندي قيمه، ان انت راجل محبوس وانت محتاج حد يطبطب عليك، انت محتاج عدل، محتاج رحمه، لكن انت ده انت سبب في كل المصيبه اللي حصلت في مصر دي. ليه؟ لانك انت كسرت اراده الناس في انتخابات 2010، وريتك سكت، ده انت كتبت ثلاث مقالات في الاهرام في منتهى الاستفزاز، انا المهندس وان واصلحنا الدماغ بتاعتنا والحزب الوطني لما مش عارف ايه، والمناسبه انا خمس سنين في مجلس الشعب ضد قانون الطوارئ، وعلى فكره سنه 2000 وقفت في مجلس الشعب 2001 لما الشيخ ياسين انضرب قتلوه الشيخ احمد ياسين بالظبط، وقفت قلت الغوا كامب ديفيد، هذه الفئه المشؤومه، الشيخ ياسين ليس هو القعيد، القعيد هو العالم العربي بالكامل، لان الراجل هذا الراجل القعيد بيناضل وبيكافح، والعالم العربي كله عندنا دلوقتي متخانق مع الناس، متخانقين مع بعض في وقت كان في ناس كتير لابسه الطرح في المجلس. بما ذكرت حضرتك احمد ياسين وفلسطين، ما رايك بقى في بناء جدار عازل على مبنى السفاره الاسرائيليه؟ انت ناس ان انا اللي ضارب السفير الاسرائيلي، وناس ان انا ضارب القنصل الاسرائيلي اسبوع نشرتها في سنه 97 في قضيه عزام عزام، فرايي معروف، كنت ضاربهم انا. خلاص اقفل، لا انا عايز ساعتك.